السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا فاضل. السلام ورحمة الله وبركاته. معك عبد الحميد، أكلمك من ألمانيا شيخنا. لو تكرمتم عندي سؤال. تفضل عبد الحميد. شيخنا، حكم تأمين أسنان، يعني عندنا هون تصليح الأسنان أو زرع الأسنان جدا غالية، وعندي أسناني متهالكة، يعني على السن الواحد ندفع شيء 2500 يورو، فحكم تأمين الأسنان جزاكم الله خير. تأمين الطبي على الأسنان؟ تأمين الأسنان، نعم. طب الأسنان عندنا جدا غالي، زرع والله يا أخي الكريم وما شابه، فشو الحكم تبعهم؟ يعني إذا واحد يعمل تأمين الأسنان هو يتكفل هذا الشيء؟ لا يجوز التأمين إلا عند الاضطرار، فأنت قدر ضرورتك. بارك الله فيك، سلام عليكم.